في أعقاب مرور عامين على تأسيس دولة الخلافة المزعومة، لابد من قراءة موضوعية وتقييم لنهج هذا التنظيم الإرهابي. وبعيدا عن القراءات والتحليلات العديدة، لجأنا إلى الأرقام والإحصاء للإضاءة أكثر على وضعية داعش. رغم كل الترويج والدعاية التي يلجأ إليها قسم الإعلام بتنظيم داعش، إلا أنه لم يستطع إخفاء الحقيقة والواقع المناقضين تماما لما يتعرض له التنظيم وللخسائر التي يتكبدها في الرجال والأموال والأراضي التي يحتلها. داعش لن يستطيع بعد اليوم محاولة تزوير الحقائق وتحريفها، ولن يستطيع بعد كسب الرأي العام. في إحصاء أجرته شركة يوغوف لصالح تلفزيون الآن، أبرزت الأرقام أن 47% من المستطلع آرائهم يؤكدون أن داعش بات اليوم أضعف وفي مسار انحداري، بينما يرى 16% أن وضعية داعش لم تتغير مقارنة مع السنة الماضية. أما 12% فيرون أن التنظيم الإرهابي بات أكثر إجراما من ذي قبل. وفي نظرة أكثر دقة في الأرقام التي حصلنا عليها، نرى أن 58% من المستطلع آرائهم في سوريا، و 72% من المستطلع آرائهم في العراق، و 63% من المستطلع آرائهم في ليبيا مقتنعون بتراجع قدرات داعش وقوته، وهي الأماكن التي اكتشف فيها داعش على حقيقته، بعيدا عن الأكاذيب التي حاول استخدامها لإيهام الرأي العام بممارساته ونهجه.